مين ابو شاكر؟ ومحسوبك ابو الورد. يا اهلين سهلين، يمكن جناب الكومندان فهمكم شو طبيعة المهمة. مفهوم سيدي. امرك سيدي. معناها من بكرة الصبح بتكونوا عندي بالبيت، ماشي؟ اوامركم بتاخدوها من يوم رايح من مسيو مامون. مفهوم؟ مفهوم سيدي. بامكانكم تصفوا. احترام الزرابي سيدي. الو ايه؟ وي on a attaqué l'hôpital et la prisonnière on l'a enlevée. Écoutez lieutenant, vous avez commis une grande faute et vous allez être interrogé. خير سيدنا شوفي ام جوزيف. ام جوزيف مغيرة؟ دي سكاجور المخربين هجموا على الهوبيتال وخطفوا ام جوزيف. وامتى صار هالشي؟ ست نوي ليلة. جتنا النمخ. انا كثير واثق انه اهل الحارة لهم علاقة بالموضوع. انا بأكد لك يا جناب الكومندان انه الحارة ماشية مثل ما بدنا، بس الليلة مظبوط كان في حركة مريبة وغريبة بالحارة. على كل حال هذا عملك، بدي تتحقق من الموضوع وتجيب لي الأخبار بسرعة. ماشي يا جناب الكومندان، أنا رح تابع الموضوع بنفسي بدقة وبهدوء تام. بس شو بدنا نساوي مع هذا أبو حاتم صاحب القهوة؟ هذا كثير شاكي فيني. غسيوغيفو، أنا سأتصرف، سأبعد الشكوك عنك من قبل هذا الرجل وغيره، مفهوم؟ ممكن أعرف كيف؟ مو صحيح، قدرتوا تخلصوها لعم جوزيه؟ ايه يا موي، وشو هلأ ببيت أبو بشير؟ يا حبشوم عليكم يا حبشوم، وليه ما جبت أمي لهون لعندي على البيت؟ يا أبو بشير حلف ميت يمين وعظيم إلا ياخذها لعنده منه، وشو أخذها؟ يا أنا بتعبرك يا عم زكي، أنا بتعبرك، بتعرف كل القصة وما جابت لي سيرة، والله لو أرجيها. يا مو نحن ما حبينا نحكي بالموضوع، لأنه الحرمة صارت أمانة برقبتنا. وأنت قلتها يا مو، هي أم جوزيف هي، بدكم تديروا بالكم عليها منيح. هي اخت رجال يامو وما بتستاهل منكم الا كل الخير. عمي انه زمان الاكل جاهز. يلا خيريه يلا جايين بنتي جايين. شبه هالبنت ليش هيك عم تحكي بنتورة؟ لا تقبرني، لا ما عم تتنتور. بس انت يا امي الله يرضى عليك، لك دير بالك عليها شوي. شو اعمل لها يعني يامو؟ لك امي المرة بتحب الكلمة الحلوة. اللمسة الناعمة الحنونة بتصير مثل المسبحة بين اصابعك. وانت هيك واقف تجني دشتك العافية مع خيريه. والله أنا هيك الله خلقني يا مو، وإذا ما عجبها تصطفل. إيش بهم إلهم ساعة عم يوتوتوا مع بعضهم؟ لا تكون مرت عمي عم تحكي له عني. يبعت لك عمها يا خيري، ضروري تحكي له وتفضفضي له اللي بقلبك. بركدن هلا زعل مني ابن عمي لأني حكيت له. لك بسم الله الرحمن الرحيم. مأمون بيك. ايه مأمون بيك، شلونك يا فارس؟ والله الحمد لله، اهلين وسهلين مأمون بيك. شو وين كاين النواحي؟ والله هيك كنت عم اعمل جوله بالحاره، بتعرف مشان امان الاهالي النايمه. الله يعطيك العافيه، في عندك شاي؟ تكرم عينك، شرفوا شرفوا مأمون بيك. شرفك. اهلا وسهلا. يا كريم. اهلا وسهلا، والله نورتنا يا مأمون بيك. الله يعطيك العافية يا فارس. شرفوا سيدنا شرفوا. تسلموا ايديك. لك أمين اهلا وسهلا. وهي احلى كاسة شاي تقدم شوارب. الله الله، تسلموا ايديك. لك صحتين وهنا. صحة صحة. الله ما شاء الله، تقول عي هندي. لك صحتين وهنا. ما حد ما يسري يمري. تسلموا. ما سألتك يا فارس. اسألني. شفت لي شي حدا مر من هالباب دخل لجوا على الحارة خيالي ولا حدا من هالنوع؟ لا يا مأمون بيك، لا خيالي ولا الطير الطاير قدر ينسم على الحارة وأنا قاعد هون. بس ما قلت لي مأمون بيك خير، فهنا شي يعني صاير شي. سمعت لك إنه الفرنساوية قايمة قيامتهم، قال في واحد هربان منهم يا فارس. أوف، ومين هذا اللي قدران يهرب من إيدي الفرنساوية؟
قلبي علمك. علين بالله يا مأمون بيك، هذا اللي قدران يهرب من ايدين الفرنساوية بحظي بينطرق بوسة من بين عيونه واحد فعل قدع. لك انا كان يا فارس تكان، لك هدول شباب جدعان، لذلك انا بحبهم بسأل عنهم. بتعرف ليش؟ لحتى نعزلهم نحميهم. روح الله يجزيك الخير يا مأمون بيك. لك شو هالقلب الطيب اللي عندك؟ ما بقدر يا طيب، هدول مثل اهلي، ويعني مثل ما بيقول المثل اهلك لو منو هذا اللي جاي من بعيد؟ السلام عليكم. ايه الحكيم؟ اهلين. ها الحكيم حمزة عنا بالحارة خير؟ ما في شي والله مأمون بيك، كنت سهران عن بيت حماي. سلام عليكم. عليكم السلام حكيم. عليكم السلام وطيب الكلام ورحمة الله وبركاته. قال عن بيت حماه. هاي هاي مأمون بيك، بيت حماه هون بالحارة. ومين بيت حماه؟ بيت أبو حاتم. باينتم بيحبوا الزيارات بالليل وبيحبوا السهر. شي عند ابو حاتم وشي بالقهوه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وين شبك ابن عمي؟ مين انتي؟ لك انا فريال بنت عمك. فريال؟ قل اعوذ برب الفلق. بسم الله عليك، بسم الله عليك، شو صار لك تقبرني؟ كابوس يا بنت عمي كابوس. ظهر متقل بالأكل؟ ايه متقل بالعشاء. تاني مرة لا تتعشى تقيل. هلأ تقبرني تسطح ونام وقراب سرك ثلاث مرات سورة ياسين، بتنام وانت مرتاح. خو تقبرني اشرب لك دبحة مي. بصير قوم تقبرني هلا توجعك رقبتك. طمنيني شلون صحيت مجوزيف؟ الف الحمد لله صارت كتير منيحه، وهلا فايتي اعمل لها عشاء. وهيك الحكيم قال ما بتاكل الا شوربه. ايه على عيني لعمي. وينك؟ لا تنسي ما تعطيها الدواء. لا ايوه شو انسى اعطيها الدواء، هلا بدي اعمل لها لقمه شوربه واسهر معها، بلكي اعتازت شي بالليل. الله يعطيك العافيه يا بشير، كل شي بثوابه. يلا تصبح على خير. وانت من اهل الخير تقبرني. شو هالجمعة الحلوة؟ تقبريني، نحن فرحانين فيكي. اي والله ان شاء الله الهي ما بنجتمع الا بالافراح دائما. امين يا رب العالمين. يا امزكي تسلمي. الله يسلمك. شوفوا يا جماعة، ام جوزيف صديقتي من زمان وانا وياها عشرة عمر طويل. ايه ها، يا ريت كل صديقاتك اللي بتروحي لعندهم مثل الست ام جوزيف. شو قصدك بوران خانو؟ لا تكوني عم تلمحي لشي لاني صديقتها لام زكي. والله اللي في مسله بتنغزو. سمعاني ام بشير، انا دايسه بساطك وعم منهان ببيتي. ايه روقي فريال خانم، عم تمزح بوران، ما هيك بوران؟ ايه قولي لها. ليش ام توفيق بتفهم بالمزح؟ دائما اخلاقها براس مناخيرها وبس بدها تخانق. اذا بتريدي نادي لي ام كامل على اسم ابن عمي. ها صحيح نسينا نقول لك يا ام جوزيف، ما دريتي انه فريال خانم تجوزت؟ ايه والله تجوزت. ومو حي الله جوازة؟ جوازة وجوازة، الله يطعمها لكل محب. لا عم تمزحوا؟ لا والله العظيم ما أنا عم نمزح. اطلعي عليها ها، لسها عروس جديدة ووشها مأنور. مو ومين أخدتي؟ أخدت مأمون بيك ابن العمي كامل الله يرحمه، كبير حارة الضبع وزعيمة من بعد عمي أبو صالح الله يرحمه. وشلون عملتيها وتجوزتي مرة تانية؟ على بينا ما كنتي موافقة على هيك شغلة؟ والله إذا بدك الصدق والصراحة يا أم جوزيف، أنا عملتها لحتى طقي نسوان الحارة وحدة وحدة. يو ولشو لطقي نسوان الحارة؟ ليش من شو بيشكو جوازنا تقبريني؟ لا يو فيهم البركة يا بعدي، بس يعني ابن عمي غير شكل، يعني بالمكفى إنه هو ابن أخوه للزعيم أبو صالح. ولا نسيتوه للزعيم أبو صالح؟ لا تقبريني ما نسيناه الله يرحمه. يو شبنا لك انتي صرتي تيتي وانتي لح تصيري تيتي، ليش عم تتخانقوا مثل البنات الصغار؟ والعذرة ما حلوة الشي. يا لطيف ليش ما خبرتيني مبارح؟ لأنه يعني مبارح ما رضينا نحكي مع بعضنا يا عمي أبو حاتم، بعدين أبو مرعب ذات نفسه اللي ما تجيب سيرة لمخلوق بتاتا. ماشي رحلي عند أبو مرعب وقول له معلمي بده إياك على السريع. ايه بأمر عيونك. بريم إنه شلون بصير معك كل هالشي ما بتجي تخبرني؟ جيت لخبرك، ما كنت بالقهوة. بعد شو؟ بعد شو يا أبو مرعي؟ بعد ما بعت البيت النمس؟
مأمون بيك هو اللي اشترى مني البيت، هو اللي دفع لي المصاري بإيده. بعرف إنه مأمون هو اللي اشترى البيت، وهو ورا الزلم اللي إجا وضربه، وهذا الحكي كلياته بدك تقوله بالمخفر. لا يا أبو حاتم لا، بوس إيدك لا. أنا ما عرفت مين اللي ضربني، ولا بعرف يمكنه مأمون بيك بعته ولا لا. لك شلون هالحكي؟ مو الرجال اللي هددك وضربك، قال لك بدك تبيع بيت أهلك غصب عنك يا مأمون. اللي ضربني هددني وقال لي من بكرة الصبح بتروح بتبيع البيت للنمس. ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا بتخبر حدا باللي صار. هي يا النمس بعته يا مأمون. دخيلك يا أبو حاتم، البيت بعته وخلصت منه، ما بدي جيب وجع راس لحالي. أبو مرعي، اللي بيسكت عن حقه شيطان أخرس، وهذا حقك لازم تاخده بالقوة. لك لا هددني ولا شيء، البيت بعته وخلصت منه، شو الفائدة هلا؟ لك يا أبو مرعي لا تكون جبان، بتقدر ترجع بيتك اللي أخده منه غصب عنك. البيت كان مهرهي وبده مصاري كتير لحتى يتزبط، وأنا ما معي مصاري، وأنت بتعرف هذا الشيء. مشان هيك أنا رحت لعن مأمون بيك وبعت البيت وخلصت منه وارتعبت. اسمع يا أبو شاكر، وأنت يا أبو ربيع، قلت لي شو اسمك؟ أبو الورد سيدي. اسمعوني منيح، اللي بده يشتغل معي بده يفتح ذهنه ويكون واعي لكل شيء. بدي اياكم ايد واحده وتنفذوا تماما اللي بقولكم عليه، مفهوم؟ اكا مفهوم سيدي. هذا النمس اللي بيشتغل معي. شرفنا الله حياك. اهلين برجال، انا يلي شرفنا. سلاحكم معكم؟ لك اما مو بيك سلاحنا لا تواخذونا، نشلناهم استحياطا. اسمعوني منيح، طلعوا فيني واسمعوني، إذا بتتكرر هاي الحاسة بدي كسر إيديكم. دورهم بالبيت ورجعون لهون لنكمل حديثنا نمس. صار. دخلك؟ شو؟ أنت من زمان بتشتغل عند مأمون بيك؟ ولكن أنت ما بتسمع منيح شو قال؟ النمس بيشتغل معي مو عندي، يعني شراكة، وفيك تعتبرني هون أنا الكل بالكل، أنا ومأمون بنوثق ببعض كثير، إيدي اليمين هذه الزلمة. وراي. شريف. اي نعم سيادة الكومندان، عم بسمعك منيح. اي نعم، ولا يهمك، قلت لي كتيبة عسكر الطريع على الحارة ماشي، وتأكد سعادتك انه الخطة رح تتنفذ تمام. والله معك، احترامي سيدي. العمى شو هدول الاثنين اللي بعت لي اياهم؟ اذا كان هذا السعدان النمس خلصهم سلاحهم على الباب، بكرة إذا حميت وطق القنا بالقنا شو بدهم يساووا؟ عطس؟